السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. تتواصل على عموم التراب الوطني حملة التلقيح ضد وباء كورونا التي أعلن عن تمديدها سبيلا لأن تشمل أكبر عدد ممكن. ونحن نشهد تراجعا للموجة الحالية من الوباء، تطرح عدة تساؤلات، منها: هل ساعد اللقاح في تراجع الوباء والحالات المسجلة؟ وهل تراجع الحالات الخطيرة عائد لأخذ اللقاح؟ لنقاش هذا الموضوع استضيف كل من الدكتور محمد دول محمد سالم، رئيس مصلحة البرنامج الموسع للتلقيح. أهلا بكم دكتور محمد. أهلا وسهلا. شكرا. نستضيف أيضا دكتور الشيخ ناجي والسيدي، طبيب معالج بالمستشفى بمستشفى أطاء، سيلتحق بنا إن شاء الله. إذا قبل الدخول في نقاش الموضوع، نبقى مع ورقة تمهيدية من إعداد الزميل باباه ولا حسن. تستمر الحملة الرابعة للتلقيح ضد كوفيد-19 على عموم التراب الوطني، الحملة التي شهدت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، تطلبت تمديد أنشطتها لثلاثة أيام إضافية. مراكز التلقيح هنا في العاصمة نواكشوط وفي المدن الداخلية شهدت إقبالا معتبرا، كان محل إشادة من مسؤولي قطاع الصحة والطواقم الطبية. الحملة الرابعة واكبت ارتفاع منحنى الإصابات اليومية لتقطع الطريق أمام خطر موجة جديدة، مع التذكير دائما وأبدا بأن الإجراءات الاحترازية كغسل الأيدي وارتداء الكمامات والحفاظ على مستوى التباعد المكاني هي خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس. الإجراءات الاحترازية هي مسؤولية فردية وجماعية يجب على الجميع الالتزام بها باعتبارها شرطا لا غنى عنه لسلامة الفرد والمجتمع، فكيف نجعل من الالتزام بالإجراءات الاحترازية سلوكا ثابتا وعادة من عاداتنا اليومية؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أهلا بكم دكتور. أهلا. بداية، ما هو الرقم الذي وضعتم كحد الأقصى لتصل إليه خلال هذه الحملة من أعداد الملقحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على إتاحة الفرصة للتعليق على نتائج هذه الحملة. طبعا هذه الحملة خلقت ظروف استثنائية، كانت مستعجلة جدا نتيجة لتزايد الحالات اللي لاحظها أيام قبل العيد، ونتيجة لأن كان متوقع أن إذا ما اتخذت إجراءات مناسبة في الوقت المناسب من بعد العيد نتيجة لاتصال الناس وتجاوبها أن قد ترتفع الحالات أكثر فأكثر وندخله في موجة خامسة لا قدر الله. لذلك تم اتخاذ قرار بإنهاء الحملة تعدل في فترة وجيزة، وبدت الحمد لله نهارين قبل العيد، وكان الهدف تلقيح 179 ألف مواطن في هذه الحملة، ولله الحمد لأيام صد حميس لقحنا 192 ألف و151. طبعا هذا العدد بالنسبة للحملات الفائتة يعتبر تقريبا 30-40% من الحملات الفائتة. الحملة الفائتة مثلا عدنا فيها 700 ألف مواطن، لكن هذه الحملة كانت إمكانياتها خاصة لأنها كانت مستهدفة جهات معينة، مستهدفة مداخل ومخارج المدن، مستهدفة الأسواق ومستهدفة الأماكن اللي تجاور فيها الناس فقط، ما في فرق متنقلة شغل البوادي وما إلى ذلك. هذا كان للاستفادة من حركة المواطنين في الفترة اللي هي ياك يوصل لهم التلقيح، يعودوا محميين ولا يشكلوا خطر الناس اللي جايسين في أماكن أخرى. نعم، ما كان فيها فرق متنقلة غير المطرية، كانت في جميع المراكز على عموم التراب الوطني. كانت في جميع المراكز على عموم التراب الوطني اللي تلقح كانت موجودة في التلقيح. وكانت فرق متقدمة قالوا تمشي مع الصباح من المراكز تسول الأماكن اللي ينجبروا فيها الأسواق، مداخل ومخارج المدن، اللي كارفور وراس كامل اللي ينجبر فيها الناس، كانوا هم أماكن التجمعات. أماكن التجمعات والله. نعم، من درا ونحن ركات إياها كانت عندنا هذه الموجة، من درا هي كانت متحور أوميكرون، والله كانت متحورة ثانية. هو لا، أوميكرون هي غير فصيلة جديدة منه. هي اللي تم اكتشاف 40% من الحالات اللي انجبر فيها، وهذا الفصيلة 0.05 من أوميكرون. طبعا يمتاز لأنه سرعة سريع الانتشار، لكن الخطورة تعتبر ضعيفة، وضعف الخطورة هنا يرجع لعدة أسباب، من التحورات الفيروس بالنفس، ومنهم المناعة اللي مكتسبة عن طريق التلقيح، لأن كثير الناس
ولقحت. يعني ملي يوضح ان التلقيح هونتيا كان له دور هام، بلي هاي المره الثانيه يتم تهديدنا بموجه وتتناسب في نفس الوقت مع حمل التلقيح، ومباشره حق حمل التلقيح تبدا الحالات تناقص اللي توصل للنتائج المطلوبه. نعم، وما يتعلق بالحالات الحرجه اللي تم ملاحظه عنها عادت الحمد لله في اعدادها عادت متدنيه، من رأي كان عنده انعكاس عنده علاقه باخذ اللقاح، والله الفيل والله المتحور من راسه قاع ماهم تشين اصلا. لا، والمتحور قطعا انه فيه نقص من ناحيه قوه المرض اللي يسبه، يقال هذا النقص هو في بعض الناس يوحي يباطي يلجأ ان الفيروس من نفسه هو اللي ضعف ولا عنده قدره انه ياثر حتى، لكن هذا ما يقد يتاكد منه نتيجه لانهم عوامل اخرى متداخله منها التلقيح ومنها كثره الناس اللي انصابت بالفيروس وانصابت به مره ثانيه، هذا كامل يشكل مناعه للانسان وبالتالي يعود خطر على الفيروس قليل جدا، وهذا هو النظريه الاكثر عقلانيه واللي تعتبر عندها سند علمي خاص. عن به نتيجة نتيجة التلقيح ونتيجة لكثرة من الناس اللي انصابوا بهذا المرض، يعني يعتبر تلقيح في حد ذاته ملي. هو ظل ما يصيب ما يعل رقاج يعل بعد، هو يعل بعد البعض، يقال الناس اللي فات جاهم تكتسبوا ضد مناعه، بالمناعه لا يتعاونوا في مكافحه في المره الثانيه بحيث انه قاع بحيث انه لا يؤخذ عليهم، لكن التلقيح والتلقيح لا نوع من العدوى لكن عدوى متحكم فيها. نعم، فيما يتعلق بإقبال المواطنين على أخذ اللقاح، من رأيي كان هذه المرة كانت فما صعوبات، كان الناس الذين اللي تجوهم انتم أنهم تقنعوا به، والله كان ملاحظين عن كان الإقبال أكبر. طبعا هذا الحملة هي مقارنة مع السابقة الإقبال ما هو ما هو جيد جدا، والنتيجة للناس كانت واحدة، كانت ما هي صايبة بعض، كانت أيام العيد واحلى في العيد، يقال ديريكت ما عقب العيد يبدا الاقبال يكون جيد، وحنا ملاحظين دائما ان لين توفر الخدمه قريبه من المواطن ولا هو محتاج رنق عليها ولا هو محتاج يبذل مجهود ياك يجبرها دائما لا يقبل الدقه ما عندهم مشكله، لكن ما فات عندهم حد عندهم الوعي والله زاد عندهم الوقت انه يمشي هو شرط طبي ياك يطلب دقته، يكون الى عاد مسافر والله عنده مصلحه خاصه انه يدق والله ما ذلك، حد ما ندير دقته الاولى يحتاج اختار انه يدير دقته الثاني يمشي يدق دائما، يعني النيجيريا قاعد يدور الدكتور ولا دائما عند الطب، هاي نادر. خلال هذه الايام الاخيره يعني ما هم من بدايه هذه الموجه، يعني من بعد العيد تم انتشار فما حمى قال عنها انتشرت شوي، من رأي كانها عندها علاقه ب بالوباء انتشار كورونا، والله كان حمه ناموس كالحمات اللي تخلق عاده فترات الخريف لانه تم ولاحظ انتشارها وخاصه بالنسبه للاطفال. هو في انتشار قطعا الحمى الفتره اللي هي الاشخاص اللي قاموا في الفحوص نسبه كبيره منهم تم اكتشاف انها مصابه بفيروس كوفيد، لكن لا حمى عاديه ولا ما لجوا الى انهم يداولوا الاكسجين ولا وصلوا لك المراحل المتقدمه، لكن اللي في الفتره اللي هي دائما تنتشر حميات نتيجه لمرض فيروسيه اخرى والناموس وغير ذلك وموجوده قطعا، لكن يعتبر فيروس كوفيد يعتبر من الاسباب الاكثر انتشار للفتره. نعم، من رأي كانوا نحن ضركات إياها فترة توجه الناس للخريف ولا يعود خالقين بعض من المناطق لا تعود فيها ضرك كثافة سكانية لا تعود فم توجه كبير عليها وقد يعود تكثر الزيارات ويكثر تجمعات، كان فما تيها استراتيجية عنكم تعدلوا واستهداف لذيك المناطق اللي مناطق انتجاع للناس ومقصة خريف كانكم لا تتوجهوا لها بشكل خاص، والله ما فات عاد فما ذيك الاستراتيجية. طبعا احنا دائما في جميع حملاتنا السابقه مع هذه الحمله دائما نوفر سيارات متنقله توصل جميع مناطق موريتانيا بما فيها القرى وما الى ذلك، هذه الحمله قلت لك عدلت فتره قصيره، وفي نفس الوقت هم اللي للقرى اللي هم جايينهم السيارات في السابق ذاك حق 20 يوم، وبالتالي لا مشينا معك سيارات ذوك الاشخاص اللي كانوا عندهم جرعات اولى لا يكملوها ما يقدروا يكملوها لان ما توفروا الشهر وبالتالي ولا همت ياها داعي لان نقيسون بالتلقيح، لان نحن هون مستهدفين لا الاماكن اللي انتشر فيها المرض، هو انتشر اساسا في نواكشوط عواصم الولايات عواصم المقاطعات، هم اللي استهدفنا هم اللي فيهم كذا سكان يمتين فيهم تحرك يمتين، بالنسبه لبقيه القرى لا ان شاء الله دول يقيسون سيارات متنقله، لكن ان تكتمل المده اللي تتطلب لان لا جاوا لا يستفادوا منهم ذوك اللي دايرين دقاتهم الاولين ويستفادوا هم اللي جايين من جديد. نعم، بما يتعلق بالحمله الماضيه اللي نظمته كانت
كانت مخصصة والله زاد مركز فيها على فئات عمرية معينة كي الأطفال وكبار السن. من رأيك كانكم خلال هذه الموجة اللي خلقت الأخيرة من كورونا كان لاحظتوا تراجع في هذه الفئات العمرية؟ طبعا تراجع حتى في هذه الفئات، والاطفال قاع اساسا ما هو ياسر فيهم يا غالي اللي ينشر العدوى ياسر، يعني الواحد ما هو للفيروس. الواحد ما هو مصاب بالفيروس لكن ما عليه اي اعراض سوشني، ومع ذلك الاتصال والله يوزع لاشخاص اخرين، ودائما اللي ينقص من سلسله انتقال المرض من شخص لشخص، لان نخفضوا من الناس اللي حامله للفيروس، يعني نخفضوا من انتشار الفيروس. وطبعا الهيئات العمليه الكبيره الحمد لله هي المعروف انها دائما تصاب مضاعفات خطيره، وهذا الحمد لله ان زمان عن سجلوا حالات من هذا النوع، ولكن لا نتج عن التلقيح، لان نسبه التلقيح هذا الاشخاص اللي كبار السن حكما عادت مرتفعه اكثر من 80% تم تلقيحهم الحمد لله. من رأي كانكم بالنسبه لتلقيح كبار السن اللي دائما اهاليهم يخافوا عليهم من اخذ هذا اللقاح، يقول عن عندهم امراض مزمنه، من رأي كانكم واجهتوا صعوبه في المره الماضيه كانكم تقنعوهم بانهم يتوجهوا له؟ والله كان موضوع سلس في البدايه، كان الموضوع صعب شوي، كانت الناس كامله تقول هذا عنده السكر وهذا عنده طنسي، وكانوا الاطباء كاملين بصفه عامه مجتمعين على ان هذه الامراض هي ما تحكم عن حد عن التلقيح، لان يعني التلقيح حد انه عمليه ادخال جسم في جسم في جسم غريب على جسم الانسان وتكوين مضادات له من اجل انه عاقبه يتعرف عليه، ما عنده اي علاقه بالسكر ولا بالتنسيق ولا باي مرض اخر، بس وشن هو الروايه الوحيده اللي ما يندق لا بالعقم لدى النساء لا بالعقم، ما عنده اي علاقه بشيء، هي خلايا متخصصه في مكافحه الفيروسات لا يتهاجم هذا الفيروس اللي دخل اللي مقتول، ما هو له ضرها قليله يتعرف عليه وتسجل عنه الصوره وتعاقب الوقت اللي جاهز تعود عارفته مسبقا وتقضى عليه مباشره، هذا ما عنده علاقه بشهر وشن هو. الروايه الوحيده اللي نقول ما يعرف حد يدق فيها هي الروايه اللي رقاش قابط الحمى والناس لحاله، لانه مشتبه انه قد قاعد مصاب به، ولا دق ما تخص ولا دق ما يمخص عليه شيء، لانه والعاده مصاب هي قاعد فرصه له هو تلقيح طبيعي، عاقبه نعطوه تلقيح اخر. نعم، فيما يتعلق ببعض الناس اللي عندها عزوف، من رايك ما زلت ملاحظا عن ذاك العزوف ما زال خالد، لان هنالك بعض الشباب خايفين من امراض ينقال عنها تسببها لهم هذا التلقيح. طبعا ما زال في مسجد الناس ما زال جادري الشائعات هي، رغم ان الحمد لله اليوم في موريتانيا فات دقت فيها 3 ملايين و700 مواطن، دقت بجرعه واحده والله انت الله 3 ملايين و700 مواطن جرعه 3700 جرعه تلقات. طيب ذيك فيها الإعادة ندال فيها الإعادة قالين خرصوا اللي ندقوا دقوا فقط مليونين، قالين شوي 50 ولا 60 ريال مليون و950 يعني تقريبا نصف، يعني اكثر من ثلث المواطنين نصف السكان تقريبا نصف السكان، النسبه موجوده هي 46% من المواطنين الموريتانيين جبروا التلقيح جرعه واحده، و33% كملوا تلقيحهم تماما. وشن هي مثلا الرؤيه اللي عندكم لكنكم تقنعوا الناس انها ذي البقيه اكثر من 50% ما زالت عازفه عن هذا اللقاح؟ لا التواصل والتثقيف الصحي وتغيير العقليات السلوكيات، هذا الناس هم دائما الاتصال بهم الاعوان الصحيين الموجودين على مستوى القرى ورؤساء القرى، كل قريه عندها رئيس ووجهاء اللي فيها، الادارات المحليه من العمد والحكام واعضاء المجلس الجهوي، وكذلك الادارات الغير على مستوى الولايه الولايات وما ذلك، هذا كامل متكاتف مع اعوان الصحه من اجل اقناع هذا المواطنين بان هذه الدقه من دوار مصلحتهم هم، والبلد ما هو قطعا جايب في لقاح زاقل فيه المال والتجهيزات وما ذلك، ياك ضربي المواطنين. واحنا مالنا البلد الوحيد اللي استخدموا في بلدان اليوم وصلت 98% من الناس الملقحه وعادت عايشه حياتها طبيعيه ما عندها اي مشكله. من رايك كان هذا يؤدي عنكم تعدل واعاده نظره في الحمله الاعلاميه اللي تقوموا بها من اجل انكم تقنعوا الناس؟ هو دائما كل حمله يتم مراجعه تحيينها تحيين ومراجعه الخطط كامله بما فيها خطط توفير اللقاح وخطط التحسيس. وكل حملة ينبض لها مستوى معين خبراء في التحسيس تابعين لمصلحة التثقيف الصحي بوزارة الصحة، تابعين لمنظمة اليونيسف على مستوى نواكشوط وماتيا، متخصصين في هذا النوع من الحالات، وهم اللي يسجلوا الطريقة اللي خلق التنبيه التحسيس، ويسجلوا طريقة متابعة الشائعات
والردود على الشائعات من أجل أن نوصل أكبر عدد المواطنين ونقنعوها على أن التلقيح فيه مصلحة له ومصلحة للناس الأخرى. مادام بما تيا ما زالت هذه النسبة اللي ذقدها ما ولقحت من رأي كان هذا ما يعدلكم تتخموا عن أعوانكم ربما الإعلاميين والله السوسيولوجيين اللي قد يعودوا أعوان مناسبين أنهم هذا الانتربولوجين كي قلتوا مناسبين عنهم يقنعوا الناس وانهم يقدوا ما عدلكم تتخموا عنكم تجيبوا اعوان جدد في هذه الحمله. هما عندنا ديجا احنا عندنا اعوان صح اعوان في مجال السمعيات البصريه ومجال الصحه في مكتوب والصحه في الالكترونيه كانوا موجودين وكل حمله يتم استدعائهم لورشه وتبادل الافكار معهم وشرح لهم لا يعد الكامل ويقوموا هم اللي بدورهم دائما. كل مره يقوموا بنفس نفس استدعوا نفس الاشخاص نفس انا يجيبوا لكم قاع نفس الدراسه مثلا نفس الرؤيه اللي واضحه ظاهر المعنيات تعدل تعلوها كل نفس الحمله نفس الطريقه اللي والله من انا تعدل نفس الطريقه لا يخليك تغيير فيها وما فهمت يا قاع بدائل واضحه لك يا ريت مثلا تمشي 100% كنت ماشي في اتجاه اتجاه اخر لا يخليك تغيير حسب السلوكيات مثلا احنا هنا تيا على مستوى هاي الحمله ذاك بالنسبه للحمله الفايته حمل الفايتة التحسيس كان واسع جدا لانه كان مستهدف جميع الموريتانيين. في هاي الحمله اللي هي تحسيس ركز اساسا على المناطق اللي هي جابوا فيهم الكيبا لان حد مثلا في قريه موجوده حدا بيك الاحواش لا داعي نشوف نقولوا انت الدقه خلي الدقه ما هي موجوده حدا. الدقه ما هي موفره. ما هي لا داعي نقولها له. يا قال واحد يطلع مرس كابيتال يقد يجي يجبر الدقه يعرف نعلمه بها موجوده في المواقشط حد مثلا مسافر قايس الياك يعني يعلم بالدقه لانه يعطي يطلب منه يدق. وبالتالي هون الاستراتيجيه تغيرت شوي. طبعا قد نقول ان الطرق اللي استخدمت بالذات لا نفس الطرق وسائل الاعلام الطبيعيه لان احنا ما عندنا طرق نستخدمها ما هذا عندنا لا الاعلام المرئي والمسموع والصحافه المكتوبه ووسائل التواصل الاجتماعي وعاد هذه وسيله اخرى ما لنا عالمين بها. فما لا الوسيله غير تتغير هي تغير طريقه الطرح الرساله اللي معقوله الرساله اللي يتم توجيهها لان فما تهضر كاتشي من الشباب واطر مازالوا رافضين انهم يديروا الدق مستنجين هم عنهم قال عنهم يقراوا شمل الابحاث تعدل عنهم خاصه قاعد هذول المدعين في ثقافهم عنهم يقراوا الابحاث انها تسبب اضرار ثانيه. نتكلم عنها شوي. شو ما هو كل شيء انتشر على الانترنت يعتبر عنده مصداقيه، ما نلقى على اغلبيته اللي ما عنده مصداقيه. الدراسات الموجوده موجوده على مواقع معروفه هي مواقع معروفه ثقه معروفين قال خالق البيب ماد يقولوا له خالق المجلات العلميه المعروفه وياك يا دراسات عندنا مكاتب علميه معروفه هذا ما في حد قد يقول ان الدقه ما عندها اي تاثير اخر خطير الا التاثيرات الجانبيه اللي موجوده في جميع الادويه باراستامول اللي نعمله يوميا عنده تاثيرات جانبيه الدواء الناموس نعمله عنده تاثيرات جانبيه لكن التاثيرات الجانبيه ضئيله جدا مقارنه مع التاثيرات الاخرى والدقة بعد من أخفهم قاع نهائيا يعني الحمد لله قلت لك قبيل فتنا دقينا يا كيف الدقات فتنا دقينا 3 ملايين و700 دقة في واحدين قبل اثنتين واحدين قبل ثلاثة واحدين قاع قبل أربعة والحمد لله إلى اليوم ما قد يثبت على أنهم ما فيها أي مشاكل سببت هاي الدقة ما هي لا عاد وجيع بالدقة والله حمى خفيفة شو خل ما نجبر نهائيا ما نجبر نهائيا ولا احنا هم اللي ودوا في فرق من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف ومعاهم فرق من وزارة الصحة وهيئة خاصة متابعة الأعراض الجانبية والمشاكل اللي سببها الدقة هذا هم اللي يقرروا إذا كان هذه الحالة فعلا عندها علاقة بالدقة أو عندها علاقة بالدقة وغالبا والله بعض ما يقول غالبا ما قاعد نجرب أي حالة. نعم مدرى ما يتعلق بدول شبه المنطقة اللي نحن موجودين فيها وتأثير الوباء عليها الدراسات اللي متابعتكم لها كان فما علاقة ما بينها هي وإعادة والله إعادة التركيز على ذيك الإجراءات اللي يالتها تعد الإجراءات الوقائية كان فما تياه مراقبتكم لدول المنطقة كان عندها علاقة ب مثلا ذيك انكم تجيبوا كي القفيل واعاده حث الناس من جديد على انها تصقل ايديها كان تلاحظ مع فما ارتباط ما بين تنتشر مثلا في المغرب انه نحن واعدنا. طبعا هو هذا الفيروس يعتبر جائحه بانديمي على انه موجود في جميع انحاء العالم ما دام في تنقل بين الدول على المرض قد ينتقل. حاليا فيه في التنقل بين الدول فيه بعض الاجراءات اللي مازال محافظ عليها منها الشخص الملقح
الله يعود معدل بي سي ار 24 72 هذا ياك قد يسافر من بلد لبلد، لكن هذا وحده ما يحمي لانه هو قد يعد البي سي ار اليوم ويظهر نيجاتيف، لانه ما عاد الكميه من الفيروس الموجوده في حلقه ما عاد يكتشف هذا البي سي ار. يقال بينما وصلنا احنا هنا تي جراف دمعه، يقال هذه حالات قليله. نعم. معناهاش معناها انه ينتشر في بلد جوارنا ولا بلد بيننا مع التبادل يقدر لا ينتشر من اللي فينا احنا. دري كاك ذاك الشيء ما زلتم مقوين ذيك الرقابه على المعابر وعلى الحدود. ذيك الرقابه ما زالت لا موجوده في الفتره الاخيره. تم تخفيضها، كان مشترط بي سي ار ودقه. على ذاك خفضنا عاد مهمه لا يعود حد دقته دقه، ما زالت صالحه لها اقل من 6 شهور. بالنسبه لحد داخل موريتانيا. وما يتعلق بولوج الاماكن العامه الرقابه، من دراي كان فما توصيات باعاده تلك الرقابه على انعدال الكمامات وانعدال استعمال المعقم، ما تلاحظوا عنه تراجعت حتى المؤسسات ما تلات هي طبعا نطلب في هذا تفاقم الحالات نعرف هذا. تم التوصيه بان الناس تقبل الاحترازات اللازمه من دلال ماسك واستخدام المحاليل المطهره وما الى ذلك. يغل للاسف الشديد الناس عاد فتاله من هذا النوع من الاجراءات، عاد فتاله منهم حتى ولادات باغيه تعدلهم، والحمد لله ما كانت الازمه ما كانت بتينا حتى. لو كانت تفاقمت اكثر كان لا يخلق اجراءات اجباريه للناس تتخذهم. الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى والتلقيح اللي نسبته مرتفعه بالنسبه لمناطق الجوار اللي احنا هنا فيها، وكذلك هم الاصابات اللي منتشره في الموجات السابقه مات لهم قبال خطر ذاك هو 200 يكون الى ما تمينا دائما نقبل الاجراءات في الوقت المناسب اللي ياك نوقفوا اي تهديد في الوقت المناسب. وما يتعلق بالسلام بالايدين والعناق، ومثلا قلت اتخاذ الاجراءات من ذلك كان مازال عنده علاقه بانتشار الوباء؟ والله هذا دائما عنده انتشار الوباء دائما متعلق بها النوع من الاجراءات اذا هم زال لم تشر متعلق بهم. قال خالقين مراحل، خالقين مرحله توصل عندنا ذكر علينا عندنا ازمه وبائيه هون يالت الاجراءات كانوا يوقفوا معنا. هو يستحسن قاعدين اللي انتم دائما مواصلينهم يا غيرين يا غير ملي هم صعبين شوي الحياه ما تقدر الضغط ملي هي ضغط ملي متين لابد من حد يخفف شوي. احنا الحمد لله ما وصلنا لك المرحله اللي قلنا عندنا ذكر علينا دخلنا في مرحله وباء لين اعطوا فيها 2 3 5 6 الحمد لله ما وصلنا تراجع ارتفعوا الحالات الحمد لله بدأوا ينخفضوا. يا قاعد الموجه الاخيره الناس عادت تكذب فيها كان دي موجه من كورونا والله ما لانه ما تم اتخاذ اجراءات بذاك لماذا عدلتوا؟ ذاك اللي الناس ما تعرف وين عدلوا هو عندنا بدات الناس كامله الاطباء كاملين الحقن اللي قاع ما زالوا اي حمى جاتهم عدلوا لها الفحص مباشره. عند منين يعدل الفحص يجيب موجب من قبض عينه وتمشى شو المختبر الوطني لابحاث مجال الصحه العموميه من اجل الفحص الجيني ياك يعرفوا عن نوعيه الفيروس شنو هي. هذا دائما المعدل. احنا ما قد نتم الا لين تظهر 10 ولا 20 حاله نقول الناس قفلوا وقفوا خطر على الاقتصاد وخطر على الناس من نفسه. يقال عندنا همات يا ارقام وعندنا معايير لين نوصلوا لهم ولا نقول هذا عاد خطر يا تتخذ اجراءات كذا وكذا وكذا وكذا. 200 اصابه يوميا ما كنت تعتبر عنها خطر؟ احنا وصلنا ل 1500 في المرحله الفايته. 200 اصابه ما تعتبر مهمه حتى، خاصه ما في اصابات خطيره. يقال مولي الله نهار واحد الله اثنين. وضركاتيها اليوم من دراي كان فات خاوت ما انا بعد ما فات جاتني ما فات جات. ومن ترى نحن ضركات انا شهدوا تراجع لهذه الاصابات، شن هي الاجراءات المناسبه للمرحله الحاليه؟ طبعا هو الاجراءات نوعين، خارج من الاجراءات اللي يوصي بها الاطباء وتوصي بها وزاره الصحه يا غالي ما هي الزاميه هي تفادي السلام باليدين وتفادي التجمعات واخذ الكمامات وقص اليدين دائما هذا قالت حد قاعد يدير جزء من حياته ويطب عليه حد يدور يسلك من هذا المرض خارج قصه الاجراءات الاجباريه هذه نفس الاجراءات تصبح اجباريه لان عاد همت اياها خطر في السيركيلات من الفيروس عادي السيركيلي بكميه كبيره وموريتانيا وبالتالي اي حد ما اتخذ هذه الاجراءات هي عادي خطر على الناس الاخرى ذيك المرحله ذيك هي كان خطر على الناس الاخرى ضعيف جدا لانه هو قد ما يعدي يكون رقاش الله يعني قال في الحالة هذه قد يعدي واحد ذاك يعدي 10 ذاك يعدي 20 وهكذا وما ذلك. هنا هو اللي توخى وزارة الصحة واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كوفيد
تؤخذ بها، لان راهو ابتداء من اليوم لا يوجد الحظر التجول ولا يوقف، ما تحد يدخل مؤسساتكم داير الكمامات والله تجمعات منعها وقفها للقاعات وما ذلك، هذا عند مرحله معينه لا بد ان يعدل فيها، لان دائما فيه شيء قال الميزان، ميزان الاجراءات اللي تعدل والعواقب اللي تاثر اللي تخرج نتيجه هذه الاجراءات هي. منين تعود الاجراءات العواقب اللي تنتج عنها اكثر خطر من هذه لا داعي لاستخدامها. نعم. من دروا نحن ذاك في السنه الثالثه من عمر هذا الوباء شهدوا العالم وشهدوا بلدنا. من رأي كانكم قديتوا تحدوا فصول في السنة أكثر انتشار فيهم الوباء؟ والله ما قد يقبالي حد الفصول، يقالوا حد المناسبات. هؤلاء أعياد دائما والله بعد السنة الماضية العيد وقعت خلق العيد واحد من ساعة اللي بدأ التلقيح. العيد الأول كان في سنة 2020 2021 لأعيادها كاملين خلقت فيهم موجات عقبهم، موجات إيمان، موجات قوية والله بعدها. الأعياد الصمساوي فيها الأعياد الدينية والأعياد. نتكلم عن الأعياد الدينية اللي خلق فيها التجمعات. والاحتفالات اللي تخلق هنا مدنية أكيد استقلال وكيف. ما هو بهذيك الدرجة، كان أكثر 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 تواجد الناس و مهرجانات ما كانوا يسبون. إيه نتكلم لك عن الأعياد هم الأولين، الأعياد الدينية الثلاثية دائما يخلق وراهم ديبيك. الحمد لله السنة 2021 كان خفيفة ما كانت متينة، 2020 كانت متينة شوي، و2022 خفيفة لا حتى الحمد لله. الحمد لله. هذا بالنسبة للأعياد، بالنسبة لأي تجمع آخر، أي تجمع، خلقت تجمعات هنا في المطار. تلبتهم اللي موجة متينة حتى. نتيجة نتجمع في المطار قريب من 100,000 مواطن عندنا وما إلى ذلك في نواكشوط. هذا خلق فيه. وسنة 2020 كي تعرف قاعد ما خلق التجمعات، 21 اللي خلق التجمعات ضعيف جدا لا في آخر 21. زيارات سياسية؟ لا زيارة سياسية ما كانت تقبل ذاك الحجم ذاك اللي دي ما خلقت تقبل ذاك بذاك الحجم. ما خلقش بذاك الحجم متين حتى والله بعد ما أنا أتذكره. نعم. من درا في هذه الفترة كانكم ما نرجع لما يتعلق ب ضركاتها ونحن في الخريف وفي الراحة والناس لا يتجابر حتى في الداخل لا يخلقوا والله والله يخلق قدر من الحفلات وناس تكثر فيهم. من رأي كان فما عندكم رؤية أنكم تعدلوا مثلا مناشير والله تعدلوا حملة إعلامية لتوعية الناس أنها بعد تعس، وكان فما تتم دراسة هذا الموضوع؟ طبعا هذا نوع من المواضيع دائما مطروحة على طاولة الدراسة دائما بين الحملات، نقوم في حملات تحسيسيه يعني بين الحمله والحمله دائما من الفريق يشوف يتابع كيف قلت الفريق متابعه الشائعات وتسييرها، لكن الفريق دائما يعدل التحاليل والتحاليل من التوصيات، التوصيات اللي يعدل اساسها هذا حملات تحسيسيه. نعم. تبدا في وسائل الاعلام العاديه كما وسائل السوشيال ميديا وفيسبوك وما ذلك حتى انها توصل للتلفزيون، احنا دائما في برنامجهم في التلفزيون دائما يتكلم عن هذا المواضيع. صحيح. وفي اذاعه التثقيف الصحي اللي يوميا عندها مالية برامج منصه خاصه به. نعم. وفيما يتعلق ايضا بالنصائح العامه للمواطنين هنا تياها لكنهم يتوجهوا لأخذ اللقاح، من رأيي كان فما تم حملات مستمرة داخل المستشفيات قاعد بصورتها العامة كانت معدلة فيها، كان فما مراكز خاصة والله كان في جميع المستشفيات لأخذ اللقاح. اللقاح متوفر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والنقاط الصحية اللي عندها ثلاجات الحفظ هاي اللقاحات. طبعا في بعض النقاط اللي ما متوفره لكن غالبا ما عندهم ثلاجه، تعود حذاها واحده اقل من 5 كيلوات عندها ثلاجه. هذا دائما متوفر في الجميع، يسوى في الحملات يسوى خارج الحملات. قال متوفر في اوقات الدوام الرسمي من الساعه 8 للساعه 5. وقال اللقاح ما يستحسن استخدامه في اثناء الليل، يستخدم حد من الساعه 8 للساعه 5. اي مواطن جاء اي مركز صحي ولا نقطه صحيه ولا مستشفى هذول يجبر اللقاح عليه. وفيه بعض خاصة في الداخل أغلبية الناس عندها أرقام الأطباء اللي موجودين في المراكز الصحية والمستشفيات، وغالبا قاعد يقبضهم مواعيد لياك يجوا، لأن مثلا عندنا لقاحات في 10 دقائق
يتصلوا يقولون يعطوا همتي يا طيبين يعطوا الارقام لين يوصل 8 6 9 والله يتصل يقول لهم جوني الصباح كامل نجي لكم دقتكم. وما يتعلق باخذ اللقاح والله واخذ الحقنه المعززه، من راي كان اللقاحات فيما بينهم قد حد عود كان قابض اللقاح ويقبض الحقنه المعززه بلقاح واحد. شفتي هو حاليا احنا عندنا اربع لقاحات مرتين. لقاح السينوفارم اللي نقولوا له الطاقه الصينيه هذا نداروا الجرعه الاولى والجرعه الثانيه بعد الشهر والله 21 يوم عددنا احد. والجرعه الثالثه المعززه ندار بعد ست اشهر من الدقه الثانيه. هاي الجرعه المعززه قلت ندار من نفس اللقاح يا غير مولد قلت ندار من لقاح اخر من نوعيه اخرى كيف فايزر اللي هي الثالثه منهم الثالثه كيف فايزر مثلا فايزر هذا شفتها اللقاحات الثلاثه اللي عندنا معدلين بطريقه طرق تقليديه كانت اصلا معروفه بينما فايزر معدل بطريقه جديده ما كانت خارجه قالوا فاكسين ار ان مساجر يستخدم شفره وراثيه معينه هذا اللقاح اللي هو قد يكمل ذوك الاخرى انا زادني نوع حد داير الصينيه ثنتين يدير الثالثه فهمتي والله داير البريطانيه ثنتين يدير الثالثه اقرب من ذلك كلهم قد ندار معاهم نفسي داير البريطانيه ثنتين والثالثه درتها من فايزر والرابعه درتها من فايزر جونسون واصل جونسون لا دقه واحده تعتبر ملاها كامل التلقيح قال لي قد يدير جرعه التعزيزيه بجونسون مالي وقد يديرها بفايزر ومن رأي كانها ضروريه بالنسبه لصاحب جونسون اند جونسون لان ذيك الساعه قالوا عن يدير منها لا واحده يدير منها لا واحده قال بعد شهرين قالت تدير جرعه تعزيزيه الدراسات التاليه قالت لي يدير جرعه تعزيزيه بعد شهرين وبعد ست اشهر يدير الجرعه الرابعه اللي هي الجرعه التعزيزيه الثالثه ثانيه احنا عندنا جرعات اجباريه وجرعات تعزيزيه الاجباريه ثنتين بالنسبه للقاحات الاثنين اللي هو سينوفارم واسترازينيكا وفايزر جونسون لا واحده هي الاجباريه الاخرات قالهم تعزيزيات الجرعه الاولى التعزيزيه والجرعه الثانيه التعزيزيه ونقدر نعقب نوصل الجرعه الثالثه التعزيزيه حسب الدراسات اللي دائما على قدم الساق جميع انحاء العالم جميع المختبرات العالميه. نعم من رأيك كانكم عندكم احصائيات من خلالها قديتوا تعرفوا المناطق اللي اكثر كانت اقبال على اخذ اللقاح من ذيك اللي ما كانت فيها طبعا العاصمه اللي تعود كانت هي الاكثر غلا على الداخل. للاسف الشديد العاصمه هي الاقل قاع من هي الاقل والله شفتي قليك نسبيا طبعا عدد الناس نسبيا مع سكانها هي عدد الناس اللي دقوا اكثر هم هولاتيا في نواكشوط يقال مقارنة عدد سكان نواكشو همتي الحوض الشرقي أكثر من نواكشو خاصة لأن جمعوا المواكشوطات الثلاثية طبعا لأن خلوا كل نواكشوط واحدة نقول المواكشوط الغربية من أكثرهم تغطية من ناحية عدد سكان نسبة السكان اللي يلقحوا قال لك عايد لاش عايد من سكان نواكشوط اللي يلقحوا نواكشوط ما هم سكان نواكشوط الغربية أو سكان نواكشوط الجنوبية ونواكشوط الشمالية لأنهم يضلوا إلى ويلقحوا هنا فيها ويدقوا هنا والعيات يبراوا هنا كثير يعدل يعدل في نواكشوط الغربية بالتالي ما وصل 80% من الناس اللي ملقحة يقالين نجمع نواكشوطات ثلاثة يعني خرصهم ثلاثة نجبر نسبة تغطيتهم أقل هي من نسبة الحوض الشرقي وأقل من الترارزة وأقل من قدي معقة وأقل من قرقل ومن دراك قدرت تدلاش بما هذه العاصمة ومتوفر فيها والناس تعود اكثر واعي اكثر واعي قال اكثر تاثر بالشائعات من اهل الداخل الداخلين يقول لهم الشيخ القريه والله حد مسؤول فيهم هاي الدق مصلحتكم يعدلوها كاملين ما عندهم مشكله وهنا ياسر من هنا اكثر استقلاليه برايهم ايه اكثر استقلاليه برايهم هم ما عندهم شيخ ايه ما عندهم شيخ ويصمتوا الشائعات اكثر ووسائل التواصل الاجتماعي متوفره اللي فيه اللي يعانوا من الهجمات المضاده اللي تعدل ومتصناتهم لها اكثر من درا هذه الهجمات المضاده شنو هي كانت الطريقه الامثل انكم قديتوا تواجهوها بهذا المستوى اللي واجهتوه به حتى الان؟ واجهناها لا بالادله والبراهين وبتقدم التلقيح كل ما تقدمت نسبه الناس الملقحه كل ما بدات الموجه تنخفض وبدا واحد يشوفوا انها ما هي انها ما ضرت يعدلوها والله من درا فمات اياها مرات ينقال عن خلقت حالات وفاه مفاجئه لبعض الاشخاص مباشره بعد اخذهم اللقاح. مباشره ما خلقت وفيات بعد 5 ايام 6 ايام للاشخاص. يعني هذو كاملين كلهم مشاو فرق كي قلت قبيل فرق فيها واحدين مستقلين اللي هو منظمه الصحه العالميه منظمه اليونسيف وواحدين متابعين احنا كبرنامج على مستوى نواكشوط ونتيها وواحدين تابعين للتثقيف الصحي، هاي الفرقة كانت تمشي وتعدل تحقيق ميداني.
بغض النظر عن التحقيق اللي يتعدى الاداره الجهويه اللي هم فيها، والتحقيقين اللي يرتفعوا شو اللجنه من خبراء هون على مستوى النواكشو، اللجنه تجمع وتقرر اذا كان هذا فعلا عنده علاقه باللقاح ولا ما عنده علاقه باللقاح. وفي جميع الاحوال تسجل وتنطرح. يجي حاله اخرى مشابهه يخرص من نفس الشيء ويقارن. لين يجي مثلا ياسم الحالات متشابهه بنفس الطريقه، هنا عندنا من الناحيه العلميه ما عندناش دليل انه مصاب به. قال ستاتستيك ما عادي هنا ياسم الحالات خلقت، قال الحمد لله ما خلقوا، عندي خلقوا حالتين واكثر شيء ثلاثه من الوفاه، اثنين منهم في عندهم في ولايه براكنه وواحد في الزويرات، وكلهم متوفى عدد اربع ايام الى خمسه. طبعا في حاله منهم ما قد قاع يؤكد انه قاعد داير اللقاح. لا قالوا ما اجبرنا بطاقه ولا اجبرناه مسجل في اي مركز من المراكز، وهو مولي مريض مرض مزمن في السكري، والطبيب اللي جاه باكده وكتبه ودار عليه كاشته انه الوفاه سبب في ارتفاع وسم السكري ومخيبه بالسكري وما ذلك. معناها عن اذا بعد كاع فماتها كان شائعه عن فم الناس توفى منها قدر، هي فم شائعه عن نخلقوا عدد عديد من الحالات الوفيات، هذا كاع ما كان خالق منه شيء. ما خالق منه شيء. ما خالق منه شيء. هو طبعا الوفيات الناس توفى يوميا عن الاعداد اللي مرتبطين باخذ اللقاح. الحد توفى مباشره عقب اللقاح بيوم ويومين، هذا ما خلقت. اقل شيء كان خمسة ايام ستة ايام، ودائما هم اسباب ولا ثلاث حالات وانجبروا ثم الى اسباب الوفاه. جبرت كان اسباب الوفاه امراض مزمنه اخرى ما عندها علاقه باللقاح نهائيا. نعم. من درا ضركاتيها شن هي الخطط المطروحه من اجل تجنب ان تخلق موجه خامسه؟ نحن درك الموجه اللي في عقابها درك الموجه الرابعه، هذه الموجه الخامسه. عن شنو هي الخطط اللي اعتبرنا انها موجه؟ يعني الارتفاع طفيف ما كان قبالي خطير، ما كانت حتى راجل ان شاء الله لا تخاف. انت تقولوا عنه موجه لنوصل حالات وفيات يوميه، ونوصل عدد حالات يتخطى 400 تفشي الحالات الخطيره، وما الى ذلك هو يعتبر موجه. غير ذاك ارتفاع قد نتيجه للظروف المناخيه، نتيجه لحركه السكان وما الى ذلك، يخلق لهم ارتفاعات ويتم السيطره عليه في الوقت. دراك كان ذاك قد قال عنا عايشين حاله من التعايش مع الوباء. بدينا نتعايش مع الوباء، لكن في النهايه هو يعتبر وباء خطير، ولا ولا ولا, ولا نعرف انت تخلق طفره جديده اخطر هي من الطفره اللي سابقها. وقلت له كاع اللقاح مثلا عنده تاثير عليه ولا بدا نجيب لقاحات جديده، ما نعرفوا شيء، وبالتالي يستحسن لا نقضوا عليه رابيد ما بالعجله. ظهركم عني قد نقضى عليه؟ ما لقيت حتى نقضى عليه ان شاء الله ربي، يعني غير صعيب شوي. هو كاع في خططكم له عنه قد ينقضى على الوباء؟ حاليا احنا ما فتنا طرحنا خطه للقضاء عليه، احنا خطتنا لا، لان البلدان الاخرى ما شفنا اي بلد ذات ما في عليه. ما في اي حد قد يطرح خطه للقضاء عليه، يا غير مع الوقت ونعقب نوصل لمرحله نقضى عليه. ان شاء الله ربنا. وحامرون في السنوات الاولى ما كان حد يتخمم انه يقضي عليه، يعني يتخمم انه يخفف من اضراره. بعد ذاك بسنوات عديده من الجهود بدات تطرح الخطط للقضاء عليه نهائيا. وتم القضاء عليه نهائيا، يا غير ظهرت حالات منه نتيجه لانخفاض تلقيح الاطفال، يا غير كان طفيفه جدا وضعيفه جدا. نعم. من درى فيما يتعلق بانتشار متحورات الوباء، كانكم على اطلاع دائم بذيك الدراسات اللي تم نشرها في البلدان الاخرى؟ كانكم كان ضركات اياها فما سياها متحورات جدد والله لا اوميكرون هذا هو اخر شيء يوصل لهم؟ طبعا هي هذا النوع المعلومات هذا متوفر دائما، الاطباء دائما على اتصال بمواقع الموثوق فيها والمجلات العلميه اللي تتوخر هذه الدراسات. نعم. ودائما على اطلاع باي طفره خلقت في اي بلد يسوج كيما مولي الطفرات تظهر عندنا احنا هنا، يتم نشرها ودراسات عليها من اجل الاطلاع عليها العالم الاخر. من درا كانكم سجلتوا وصول متحور خاطئ اوميكرون؟ لا ما فات سجل الى حد الان من عقب اوميكرون. والبلدان المجاوره فيهم حاله متحورات جديده والله؟ لا اوميكرون هو اللي خارج، اللي اعداد منه متحورات جديده، متحورات من اوميكرون زي المسمي لا اوميكرون، ولا يبدل اسمه لان تظهر متحوره جديده صيغه مختلفه، اختلاف جديدة. اختلاف متين، هو دائما اختلاف، قالوا اختلاف متين ياك تسمى باسم جديد. نعم. اذا ننتقل لذلك الشهر ضيفنا من مدينه أطار. السلام عليكم دكتور. دكتور شيخ الناجي اهلا وسهلا بكم معنا. السلام.
مرحبا بكم. من دراكانكم تقدروا تعطونا توصيف للحالة الوبائية في أطار اليوم؟ طبعا الشيخ باي مرحبا، والسيدي طبيب معالج مرحبا بمستشفى بكم. أطار. الشيخ الناجي تصحيح؟ أنا طبعا الشيخ الناجي والسيدي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. التصحيح، الشيخ الناجي والسيدي طبيب والسيدي معالج عفوا. مستشفى أطار. نعم مرحبا وسهلا. مرحبا بكم بالنسبة سادة. للحالة الوبائية على مستوى ولاية أدرار، الحمد لله حالة مستقرة بشكل عام. اليوم لم نسجل أي حالات جديدة. الحمد لله. في الأسبوع الماضي قمنا بتسجيل بعض الحالات، الحمد لله بشكل عام حالات بسيطة عادية، وبشكل عام الحالة الحمد لله مستقرة، الحالة الوبائية على مستوى ولاية أدرار. نعم. من درا هذه الموجة الأخيرة اللي نحن ركعتها في عقابها، هي كانت أكثر انتشار من الموجات السابقة. والله طبعا بما اتسمت اكثر انتشار يقال الحمد لله أخف. كانت اقل حالات خطيره، كانت الحالات الخطيره الحالات الحرجه اكثر في الموجات الاولى من الموجات الاخيره. من درا في الفتره الاخيره الحمد لله كيف تقيمون إقبال المواطنين على أخذ اللقاح؟ ما سمعت السؤال. كيف تقيمون إقبال المواطنين على أخذ اللقاح؟ بالنسبة لعملية التلقيح الحمد لله نقيمها تقييم جيد جدا. على مستوى مستشفى أطار هون عندنا وحدة تلقيح موجود فيها فريق طبي جاهز، يتكون من طبيب عام، يتكون من ممرضين مكونين على التلقيح، والحمد لله من الساعة اللي بدأت عملية التلقيح كان الإقبال جيد على مستوى الولاية. وبالنسبة للمستشفى هاي الوحدة مفتوحة دائما طيلة أيام الأسبوع، يسوى صفهم حملة من طرف الوزارة ويسوى ما يفهم، هاي الوحدة دائما مفتوحة والحمد لله حققت هاي الوحدة الحمد لله نجاح كبير ما شاء الله. كان فهم عمل جيد وكان فهم عمل مولي الحمد لله، بشكل عام نقد نقولوا على ان حملة التلقيح كانت جيدة جدا، وفيما يتعلق ببقية وخصوصا هاي الحملة التالية اللي بقية بلديات الولاية اللي طلقت الوزارة، كان هدف الأساسي من الأساسي هو تلقيح 3080 شخص. نعم. وصلنا إلى الآن على عموم الحمد لله إلى الولاية، نسبة 80% نسبة التلقيح على عموم عموم الولاية. الولاية. نعم. فيما يتعلق بإقبال المواطنين أيضا على التلقيح في بقية مراكز الولاية وبلدياتها، كيف تقيمونه؟ وطبعا فم 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 وحدات اخرين في المركز الصحي مستشفى مدينة أطار، وفم نقاط صحية هي زاد متوفر عندها اللقاح، وبشكل عام الإقبال كان جيد. نعم. أي البلد، هل هنالك مناطق أكثر انتشار فيها الوباء كان خلال هذه الموجة من مناطق أخرى أم لا؟ نعم، كان أكثر انتشار طبعا الوباء من بدايته كان أساسا مركز الله في الولاية، كان على مستوى مدينة أطار. أكثر الحالات اللي سجلت كانت على مستوى المدينة، فهم طبعا حالات أخرين سجلوا على مستوى مدينة أوجفت ومقاطعة أوجفت ومقاطعة وادان وشنقيط وفي البلديات الأخرين. أكثر الحالات اللي سجلت كانت على مستوى مدينة أطار، من رأيكم وخصوصا في الفترة تواصلوا واصلوا الفترة فم موسم القياطنة، وفم
عوامل كاملة تعاون على أن يعود فم انتشار لذا الفيروس. نعم، من درا شنو هي الطريقة اللي قديتوا تواجهوا بها الحملات المضادة للجهود اللي تبذلوها من أجل أخذ أكبر عدد ممكن للقاح؟ طبعا كانت فم عملية تحسيسية على مستوى المدينة، كان فم تأطير لأئمة المساجد، وكان فم تأطير أساسا للفاعلين في المجتمع المدني، كانت فم دورات تكوينية للمجتمع المدني، وكان فم أساسا مداخلات يقوم بها عمال المستشفى في الإذاعة الوطنية من أجل التحسيس، وإياك على المواطن يعود يعرف قيمة اللقاح، ويعرف عن الوسيلة الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا على أنها هي التلقيح. من درا كان اللقاح والله الحقنة المعززة كان شهدت إقبال والله. بشكل عام الحقنة المعززة كان الإقبال عليها متوسط، ما كان إقبال جيد، ما هو كيف الإقبال على حقنات الآخرين. حقنة الجرعة الأولى والجرعة الثانية كان إقبال قريب من 50% المواطنين بشكل عام، بينما الحقنة المعززة كان إقبال متوسط، من ضعيف إلى متوسط. من درا كان فماتيا حملة خاصة قمتوا بها من أجل توعية الناس خلال فترة القطن اللي قلتوا عنها تعتبر فترة تشهد انتشار أكثر من فترات الأخرى؟ نعم، فهم التنسيق بين المجتمع المدني والإدارة الجهوية على مستوى الولاية وإدارة مستشفى أطار من أجل القيام بعملية تحسيس. التحسيس ياك على انهم يخفوا من انتشار الوباء خصوصا في فتره القيطنه. من رايك كان من 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 واصلوا؟ لا، هذه طبعا هذه عمليه تحسيس كما قلت لكم اساسا تركز على قضيه الاعلام وقضيه على انها يعود فهم تحسيس في السوق المركزي على مستوى الولاية. وطبعا فهم ديزيكيب موبيل يقيسوا الوديان، يقيسوا البوادي، ياك على انهم يحسوهم، وياك على انهم يكملوا عملية التلقيح مولي. لان اكثرية المواطنين اللي قيطنوا يعودوا في بوادي، ما يعودوا في الدشرة قبل. نعم، معناها عندكم انتم دركا حاليا فماتيا توجه الاهتمام بالناس اللي خارج فم توجه عاصمة من الولاية. فم توجه طبعا للفتره من الناس فم ما توجه طبعا من 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 طرف من طرف اداره المستشفى والاداره الجهويه والمجتمع المدني، ياك يخلق تعاون من اجل عمليه التحسيس في الفتره خصوصا فتره القطنه. ومن درا كيف تصفون تعاون المواطنين مع الجهود اللي تبذلوها فماتيها في القطاع الصحي؟ الحمد لله بشكل عام المواطن الأدراري الحمد لله مواطن متعاون. صحيح. فم إقبال، فم دائما وعي، فم نسبة من الوعي. وهذا الحمد لله هو اللي يودي على نجبروا نتيجه جيده في عمليه التلقيح. ولايه أدرار الان الحمد لله هي من الولايات اللي متقدمه فيها نسبه التلقيح بالنسبه للولايات الاخرين. طيب دكتور شيخ ناجي، اذا كانت فم توصيه تريدون توصيلها للمواطنين في ولايه أدرار؟ طبعا نختار ونقولوا دائما المواطن قاع بشكل عام يسوى في أدرار، يسوى في الحوض الشرقي، يسوى في الحوض الغربي. المواطن الموريتاني على ان مرض كوفيد على انه مرض مازال منتشر في العالم، ومازال يمثل وباء عالمي. ونختار المواطنين دائما يحاولوا على انهم يحافظوا على
ذيك التدابير الوقائية الأساسية اللي تمثل أساسا في غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، يتمثل في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والأسواق خصوصا، ولين يتم المواطن محافظ على هذه الإجراءات الوقائية، وخصوصا وأهم شيء اللي هو التلقيح، لأن دراسات كاملة أثبتت على أن التلقيح هو العامل الوقائي الأساسي من مرض كوفيد. نعم. إذن لذلك من المنبر ندعو المواطنين كاملين على أنهم اللي منهم ما فات لقاح أنه يحاول أنه يلقح ويعرف على أن التلقيح على أنه عامل أساسي للوقاية من فيروس كورونا. نعم. إذن شكرا لكم دكتور الشيخ ناجي والسيدي، طبيب معالج بالمستشفى الجهوي بأطار. شكرا لكم. إذا مرحبا بكم مرة أخرى دكتور، نواصل نقاشنا، ما زالنا دقائق قلالات فيما يتعلق بالأماكن اللي تشهد دائما أكثر أو ذات كثافة تواجد الناس فيها، مثلا الأسواق، ذيك الأسواق من رأيك كان فما منطقة ثانية تشهد دائما اكتظاظ كي حاشية البحر بحارة، ما أدري كان قطع حالة توجه مثلا هذا النوع من البلايص والشرايك ومناطق تنقيب عن الذهب، ذيك المناطق اللي دائما تعود فيها كثافة ناس العمال. طبعا دائما يتم تخصيص فرق متنقلة لهذه المناطق اللي هي مناطق مثلا تنقيب عن الذهب في أقصى الشمال والزوالات. جيتون جاوهم إكيبات هم تياها السيارة تعطي يومين في الطريق جايستهم، جاؤهم إكيبات وقاموا بالتلقيح في الحملات الفائتة، وفي هذه الحملة مولي جاؤهم إكيبات ولقحوهم. كذلك المناطق الشاطئية، أي مكان يمكن يعود فيه مواطن والله 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 الصحة مواطن قاعد ما هي الكلمة المعبرة، هو أي شخص يسكن فرد يسكن على التراب الوطني الموريتاني من حقه التلقيح ويرتو يلقح. أي مكان قد نجبره فيه شخص لا يلقح احنا دائما نتوجه له ونحاول كان نوصل له، لان نعرفون تلقيح الاطفال ما كي تلقيح الرجال الكبار. الاطفال دائما يقبضوا مهلهم يمشوا بهم، الرجال الكبار ما هم صايبين وياسر من الوقت ما هو عندهم. نعم. ولا بد ان يوجههم حد ياك يوصل لهم الخدمه من قريب ياك يقبضهم. نعم. التوصيه الاخيره اللي تبغوا توصلوها للمواطنين؟ نختار نوصل للمواطنين على ان اللقاح بعد الله تبارك وتعالى هو الحمايه الوحيده حاليا من هذا الفيروس له. وأن جودة هذا اللقاح وأمانه ما فيها أي تهاون ولا فيها أي تشكيك نهائيا، لأن لو كان فيها أبسط تشكيك ما لعود حنا من أنفسنا درناها لروسنا ودرناها لوالدينا ودرناها لأطفالنا. هذا منطقيا يعني هو العاطي معنا. نعم. إنه أول حد بدأت به الأطباء من أنفسهم، أول حد ندق وعلى ذلك ندقوا في أعضاء الحكومة وأصحاب القرار، هذا كانوا ندقوا. أنا لو كان هماتيها شك ما ندقوا به. نعم. نختار مولي نقولهم على ناحية حفظ اللقاح ومحافظة جودته. هذا ما هي مساومة عندنا. اللقاح من ساعتين قبل عند المصنع يتم في درجة الحرارة المطلوبة منه إلين يوصل إلين يدق المواطن، معاه أجهزة تتبع الحرارة تسجل الحرارة مدة زمنية طويلة، ومعاه أجهزة تتبع هنا تياه في الغرف التبريد اللي هو المكشوط مربوطة بتجهيزات بحيث إن لين تخفض درجة حرارة خطر إنها تتخطى 8 يجي مساج لي أنا ومسؤول مسؤول معدات، وحتى أشخاص آخرين يعتبروا مصادر بالنسبة لنا، كل ما يجي هيك رسالة راهو في خطر في الغرفة الفلانية، ياك الناس تتحرك وتاخذ الإجراءات المناسبة ندير اللقاح اللي هو ما يخسر، ولا قدر الله اللي لا دون أن نخسر، والله فرق تاريخه ما هو عامل مباشرة ينقلع ويندار في منطقة خاصة لين يتم إعدامه عن طريق محضر مولي معروف يكتب له رقم الجرعة ونوعيته وكذا وتم التخلص منها هكذا. نعم. إذا شكرا لكم دكتور محمد دول محمد سالم رئيس مصلحة البرنامج الموسع للتلقيح، كنتم ضيفنا في هذه الحلقة. شكرا لكم. شكرا لكم دكتور الشيخ الناجي والسيدي، طبيب معالج بالمستشفى الجهوي بأطار. شكرا لكم. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.